وللتعليق على الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من برلين رئيس جمعية ضحايا سجون الاحتلال الأمريكي الإيراني في العراق السيد علي القيسي. مرحبا بك معنا سيد علي. أهلا وسهلا، حياكم الله، بارك الله فيك. بماذا تفسر زيادة الاعتقالات في العراق حتى وصل عدد المعتقلين في الشهر الماضي إلى 804 مواطنين بحسب قسم حقوق الإنسان في هيئة علماء المسلمين؟ في البداية أحيي هيئة علماء المسلمين على عملية الرصد والتوثيق اللي تقوم بها واللي تغطي كل مساحات العراق بشكل يومي. وهذه عملية الرصد والتوثيق وهذه التقارير رسالة إلى القتلة والمجرمين والطائفين في العراق بأن كل ما يقومون به من جرائم يسجل وأن يوم الحساب قريب إن شاء الله. عملية الاعتقال في العراق ليس القصد منها، لم تكن في يوم من الأيام القصد منها هو التحقيق أو بيان من أجل سلامة العراق أو أمن العراق. كل عمليات الاعتقال اللي تتم في العراق تتم بهدف التغيير الديموغرافي، بهدف ترهيب الناس، بهدف إقصائهم نهائيا، إقصاء مكون معين نهائيا، ومنعهم من مزاولة حياتهم اليومية بشكل تام. هذا الأمر هو يعني الآن حملات الاعتقال الآن اللي جاي تتم على الأقضية والنواحي والقرى خصوصا في منطقة الطارمية تطال أعمار معينة من عمر يعني 15 أو 16 سنة إلى عمر 70 أو 75 سنة. فنحن أمام عملية يعني إبادة جماعية، عملية اعتقال جماعي، عملية إخفاء قسري، عملية تغييب قسري. كل هذه الأمور تنطبق على ما يجري. هل يمكن إضافة إلى ذلك إلى ما تفضلتم به أن نضيف عملية القتل خارج القانون التي وصلت إلى 23 مواطن؟ ألا تعد هذه جريمة ضد الإنسانية يعاقب عليها القانون الدولي الإنساني؟ عملية الإعدام خارج نطاق القانون من أخطر الجرائم التي ترتكب في العراق بشكل يومي وتفصيلي. ونحن نبهنا الجهات التي تعد تقارير عن نسبة الإعدام، يعني نسبة المركز اللي احتل العراق بين الدول التي تنفذ عمليات الإعدام، نجد أن العراق يحتل المركز يعني في ضمن 3 أو 4 دول هم الأعلى في هذا الأمر. لكن للأسف هذه المنظمات والجهات الدولية تتناسى أن في العراق يتم في كل يوم من الأيام عمليات إعدام خارج نطاق القانون تطال العشرات بل المئات في 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 أوقات معينة. يعني هناك عملية الإعدام خارج نطاق القانون أصبحت يعني أمر روتيني بالنسبة لما تسمى قوات الحكومة أو ميليشياتها أو ما يسمى بالحشد الشعبي. بالعودة أستاذ علي إلى موضوع الاعتقالات، كيف أو على أي نحو تصنف السجون في العراق في تقارير المنظمات الحقوقية الدولية؟ كل المنظمات الحقوقية والدولية أنصفت المعتقلين العراقيين وقالت كلمة حق في 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 حقيقة ما يجري في العراق. منظمة هيومن رايتس ووش والأمنستي وغيرها من المنظمات. لكن للأسف هناك تقصير يعني متعمد من جهات تدعي بأنها تمثل هؤلاء الناس في تلك المناطق التي يتم فيها في كل يوم عملية اعتقال ودهن وتغييب قسري وإعدام خارج نطاق القانون. الأصل في هذه المشكلة الآن هو أن هؤلاء الذي يدعون تمثيل هؤلاء أصبحوا يمثلون غطاء لتلك الجرائم، ولن نسمع منهم إلا تصريحات خجولة هنا وهناك في وسائل إعلام لا يستمع إليها أحد، تصريحات من باب رفع العتب ومن باب إبراء ذمتهم عن حقيقة ما يجري في العراق. نعم، عائلات المعتقلين الفرنسيين تقول أن بغداد تتعامل مع أبنائهم كالحيوانات، هل أمن من يرتكبون هذه الجرائم العقاب ولذلك يتصرفون بهذه الطريقة؟ الحقيقة عملية اعتقال ما يسمون بالمقاتلين الأجانب أو الذي يحملون الجنسيات الأجنبية ضمن المعتقلين الذي اعتقلوا، هذا عمل روتيني وممنهج يتم من خلاله مساومة تلك الدول على التنازلات وعلى مواقف أخرى.
يعني هؤلاء المعتقلين عملية الإساءة لهم تتم في أسلوب ممنهج، القصد منه مساومة الدول لتغيير سياستهم اتجاه إيران أو اتجاه الحكومة العراقية أو كسب اعتراف أو حتى مساومات أخرى من خلال عمليات الاعتراف بالمحافل الدولية والحديث عنهم. نقل أمن العقاب لأنهم يعني هذه الدول هي نفسها هي التي أنطت مشروعية لهذه الحكومة التي تتصرف الآن كعصابة. يعني ما يجري في العراق الآن هو تصرف عصابات ميليشيات ليس لها علاقة بالدولة. تصور يا سيدي الكريم أن العراق منذ 2003 إلى الآن كثير من قادة وكبار من يتصدر المشهد السياسي في العراق لا يفرق بين حكومة ومؤسسة الدولة. في العراق لم يستطيعوا بناء حكومة فما بالك بمؤسسات دولة. لم يستطيعوا، هم هدموا بالتعاون مع الاحتلال الأمريكي هدموا مؤسسات الدولة من أجل تدمير العراق. نعم. وهذه نتيجة. وصلت الفكرة. شكرا لك أستاذ علي القيسي رئيس جمعية ضحايا الاحتلال الأمريكي الإيراني، كنت معنا من برلين.